45-year-old patient present to the clinic with a 3-month history of stumbling, weak grip, dysphagia, generalized and lower limb weakness, fatigability and tiredness. Also had 2 episodes of aspiration pneumonia, has brisk reflex and fasciculation. So what is the most likely diagnosis? فهذا السؤال هنا في عندنا sign of upper motor neuron lesion, كمان lower motor neuron lesion, في عنده weakness, في عنده كمان هنا fasciculation. أول ما نلاقي في upper and lower مع بعض مع dysphagia والأشياء الثانية هذه, فإذا هذه case of amyotrophic lateral sclerosis. هذا أهم شيء بس تعرفوه فيها. طبعا ما هو ماشي مع myasthenia gravis, ما في ptosis, ما في fatigability at the end of the day, cerebral infarction, ما في, ما حيكون كده chronic at 3 months progressive هذا. والجي بي اس طبعا ايش قلنا, ascending areflexic paralysis. فحتى باي اكسكلوجن لو كنتوا ما تعرفوا اصلا انه هذا اي ال اس تقدروا تحلوها باي اكسكلوجن. فالامايوتروفيك لاترال سكليروزز ما يحتاج تعرفوا اكثر من كده, انه هو combination the upper motor neuron sign زي مثلا هايبر ريفلكسيا, سباستيسيتي, اكسنسور بلانتر ريسبونس مع lower motor neuron sign زي الاتروفي والفاسيكوليشن. دائما الفاسيكوليشن هي هذه الكلمه اللي يحطوها. السنسوري ديفيسيت ار ابسنت, السنسيشن عنده نورمال ما في شيء. طبعا ممكن يجي معاه كمان difficulty speaking, difficulty swallowing زي هنا في الكيس جابوا انه عنده dysphagia which has very poor prognosis. All patient with history of recent travel came with difficulty getting aroused, awakened. He report multiple falls. Examination showed no head wound and skull is intact. What is the most likely diagnosis? فعشان عنده multiple falls, أحيانا حتى يقول لكم non Parkinson عشان لو كل شوية يطيحوا ممكن. فمن multiple fall في الأولد إيج هذه تسوي لنا chronic subdural hematoma. والخيارات الثانية برضو تقدروا تستبعدوها. بس حطوا في بالكم old age with multiple fall equal to chronic subdural hematoma. In pituitary adenoma, what is the vision affection? Father recall question. بيجي معهم bitemporal hemianopia كده يشوف الصورة زي ما انتم شايفين في هذه الصورة. لأنه البيتوتري أدنوما إذا ضغطت على الأوبتيك كيازما هيصير عندي زي كده. أحيانا السؤال يجي بالعكس يقول لكم bitemporal hemianopia تحصل من إيش؟ تحصل من الكمبريشن للأوبتيك كيازما. طيب أسئلة الجي سي إس مرة كثيرة تيجي بكذا شكل, حتى أحيانا ممكن نفس الرقم لكن يختلف الجريد حقت كل واحدة فيهم. فهنا شوف localize the pain, open eye to pain, only sound. localize to the eye, the patient can localize the pain. هذه كم حياخد فيها؟ حياخد فيها 5. وبعدين عندنا open eye to pain أو to pressure, هذه حياخد فيها 2. و saying only sound أو يكتبوا the patient is mourning, هذه ياخد فيها 2 برضو. إذا التوتال يصير عندي 9. هذا لازم تحفظوه. أو هنا كان localizing the pain 5, sounds 2, to pressure or pain 2, عشان كده كان 9. كمان مهم تعرفوا الجريد حقتكم, المايلد من 13 ل 15, المودريت 9 ل 12, والسيفير من 3 ل 8. أقل جي سي اس ممكن ناخده هو 3, يعني الديد بودي الجي سي اس حقته 3 وليس 0, لأنه أقل حاجة, أقل رقم من كل فئة هو 1 ما هو 0. فعندنا الـ eye opening لو يقدر يفتحها spontaneous بدون شيء ياخد 4, إذا للـ sound هياخد 3, وإذا للـ pressure أو الـ pain هياخد 2, وإذا ما يفتحها أبدا هذه 1. الـ verbal response إذا oriented 5, إذا confused 4, إذا بيقول inappropriate word هذه 3, وإذا inappropriate sound أو moaning هذه 2, إذا ولا شيء 1. بالنسبة للموتور إذا obeys command فإذا 6, localizing the pain 5, إذا في والله normal flexion هذه 4, abnormal flexion 3, extension 2, ونن 1. جيبوا لكم هي بنفس هذه الكلمات والصيغ. هذا السؤال هنا على السيفيريتي, ما يبغى الرقم, يبغى تطلع انت الرقم يعني في راسك تقول له هل هذا مايل مودريت سيفير. فلو جينا حسبناها اي اوبننج تو بين, اذا هذه 2, ان ابروبريت وورد راح يكون 3, ابنورمال فليكشن عندنا راح تكون عندنا 3, فاذا 3
وثلاثة واثنين هذه ثمانية، إذا هذا سيفير. هنا الـ eye respond to painful stimuli. Localize the pain, groaning sound. Calculate the GCS. Again 9. مع إنه هذاك اللي فوق برضو كان 9 بس كانت مختلفة البرامتر اللي فوق فيه، مغيرين فيها. وهذا مرة مهم الـ GCS، لازم تحفظوه، ممكن يلخبط البعض. حاولوا كده ترتبوه في مخكم بأي طريقة بحيث تفتكروه، لأنه لازم هيجيبوا لكم أسئلة عليه. Patient have difficulty feeding, cannot put food to his mouth, and had history of traffic accident. Where is the region? فهو ما يقدر يمسك الشوكة ويحطها في فمه. معناها عنده مشكلة فين؟ في التوازن، يعني زي اللي هو الفينجر تو نوز تيست ما حيقدر يسويه. فهذه المشكلة تكون فين؟ تكون في السيريبيلا، هو اللي يحدد لي الكوردينيشن.